السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك مرحبا بكم إن شاء الله في واحد الدرس جديد. دونك بغيت نتقاسم معكم التجربة ديالي بالنسبة لهذا الجهاز اللي هو جهاز تقدر تحمله معاك في أي بلاصة مشيتي ليها. دونك هذه ماشي لعبة، وإنما هو جهاز للبرمجة اللي الاسم ديالو اللي هو سوبر فاك بلس الكا بلس كان. دونك هذا الجهاز اللي هو سوبر فاك نقدر نديرو بيه مجموعة من التعديلات. بالنسبة هو خاص بسيارات الفولكسواجن سكودا سيات أو الأودي. دونك نقدر نديرو بيه مجموعة من التعديلات في السيارة. هنا يعني خديت واحد المثال باش نخدمو عليه. دونك بالنسبة لهاد سوبر فاك عنده واحد الكابل ديال لاليمونطاسيون ديالو. دونك اون فوا تنبرونشيه، اون فوا تنبرونشيه هنا مع الكابل او بي دي. دونك اون فوا تنبرونشي مع الكابل او بي دي كما لاحظتوا معايا عنده بزاف ديال الخصائص. من اهم الخصائص ديالو انه تقدر اقرا يدير ليا تشخيص الكتروني لكاع الانظمه اللي كاينه في سياره الفولكسواجن، ويقدر يعطيني كاع لي كود ديفو، بالاضافه الى انه يقدر يجبد به الكود ديال الساروت. يقدر يعني يمكن لي بهذا الجهاز نتحقق من صحة الكيلومتراج يعني الموجود على السيارة، كما يمكن لي بأنني ندير به الإيمو أون والإيمو أوف يعني إلغاء نظام الإيموبيليزر في السيارة. دونك ناخدو مثال نشوفو بالنسبة لهذا الطابلو، هذا الطابلو ديال الأوكتافيا ديال سكودا. غادي ندخلو هنا كيعطينا كما كتلاحظوا معايا كيعطينا اودوميتر ادجست، يعني كيعطيني نقدر نقرا الكيلومتراج اللي عندي هنا في الطابلو دو نقدر نقراه. دونك هذه خاصيه من الخاصيات اللي كيتوفر عليها هذا الجهاز. دونك كما كتلاحظوا معايا بالاضافه الى انه يقدر يقرا لي البين كود ديال الساروت، ويقدر ايضا يبرمج ليا مفتاح من المفاتيح، ونقدر ندير به الدياغنوستيك. يعني نقدر ندير الدياغنوستيك كما كتلاحظوا معايا هنا، يعني واخا الاداء ديال الصوره. دونك هنا نقدر ندير الدياغنوستيك، نقدر ندخل لايرباك، نقدر ندير ريزيت يعني ريزيت ايرباك. الى ديجا الكالكولاتور ديال الايرباك كانت اكسيدونتي نقدر ردها جديدة، يعني ردها نحيد منها الكراش، بالإضافة إلى الإيمو سويتش كما كتلاحظوا معايا. الآن الصورة واضحة. إيرباك ريزيت دياغنوستيك أو سي أو كيلونين يعني أودوميتر بين. نجربو نديرو هنا بالنسبة نحاولو نقراو الكود ديال الساروت بهاد الجهاز هذا. دونك بصراحة هو جهاز كينفع، ما تحتاج لا الحاسوب لا أي شيء آخر. دونك ندخل هنا انستخيمون وندخل الأوتو ديتكت كالين، ونحاول نقرا الكود بين ديال هاد الطابلو ولا ديال هاد الإيموبيليزا. دونك كما كتلاحظوا معايا عطاني هنا الشاسي، نيميرو الشاسي ديال السيارة، عطاني حتى الكودين 0031 12، يعني حتى الكودين كيعطيه لي هنايا. هنا كندير اوكي باش كيدخل يعطيني الكود بين. دونك الكود بين ديال هاد السيارة هو 03658. دونك هذا هو الكود ديال الساروت. حتى الا بغيت نبرمج ساروت اخر يكفي انني نجي هنا وندير كندير كيلونين وتندير اوتو، هو الكود ديجا تيعطيني. كندير عدد المفاتيح اللي بغيت، وكان تم البرمجه ديال المفاتيح بطريقه اللي هي سهله جدا. دونك هذا كيخدم تقريبا من 2008 ولا 2009 حتى 2012 السياره، حتى 2012 2013. دونك هو نمشيو ل ل ل نمشيو ل نمشيو ل
شي ميزة أخرى من الميزات اللي كيتميز بها، بحال مثلا إذا بغيت نتأكد من صحة الكيلومتراج المكتوب على السيارة، دونك كنمشي هنا انسترومون، كنمشي للكالين، هنا كيقدر أيضا يعطيني الكيلومتراج. هنا اللي عندي في السيارة عندي 98497، دونك 98497. كما كتلاحظوا معايا عطاني الكودين، دونك هو هذا 98496. دونك هنا كنقدر نتأكد من الصحة ديال الكيلومتراج اللي عندي في السيارة، كنقدر أيضا ندير الخصائص ديالو، ندير دياغنوستيك هنايا. دونك هنا عندنا لانسترومون دوبو، يعني غير هو يعني المسألة اللي فيه أنه فيه الإنجليزية، اللغة الإنجليزية أو اللغة الإسبانية. دونك كنمشي هنايا، نمشي ل 17، دونك ها هو كلوستر، كندخل تندير اوكي باش ندير دياغنوستيك. دونك هنا غادي ندير الكالي، اما كندير ريشيرش اوتوماتيك ولا كنمشي نعزل السيارة باش كيدخل يدير لي ليها دياغنوستيك. دونك هنا درت انا ريشيرش اوتوماتيك، عطاني اوبيراسيون فايلت. دونك نمشي، دونك عفوا داخل هنا 12، دونك 17. اولا ستريمو كلوستر، دير اوكي، دابا اش بغينا نديرو؟ بغينا نديرو الدياغنوستيك، يعني تشخيص لهاد الطابلو. دونك هو تيعطيني معلومات عليه، شاسي الى اخره. كندخل هنا تيعطيني لي كود ديفو، ريد دي تي سي، كيعطيني لي ميزور. ندخل مثلا نقرا لي كود ديفو، دونك هو عطاني 6 ديال لي ديفو، 1/6 فيول ليفل سي سنسر، يعني كابتور. وكندوز من هنا باش كنحصل على لي زوتر، هذوك لي كود الاخرين، يعني كل كود كنقرا بوحدو. دونك عندي 6 ديال لي كود ديفو، هو عطيني هنا الكود الثاني، الكود الثالث الى اخره. هو ما كان باجيبس عليه، ولكن نقدر نطفي به البوله ديال التشيك، نقدر نطفي به البوله ديال الايرباك الى اخره. دونك هنا هذه ميزه اللي هي مزيانه، نقدر ندير حتى بالنسبه لهنا نقدر تيست ديال ليزاكتواتور. دونك هو لاحظوا معايا هنا كنتيستي حتى ليزاكتواتور. يعني كندير تيست الطابلو واش مزيان ولا ما مزيانش، هادوك لي زيغوي ديالو. دونك بهذا الجهاز هذا بدون حاجه الى حاسوب ولا لوجيسيال ولا. شوفوا ديال لانديكاتور دو تمبيراتور، لاحظوا معايا هنا لانديكاتور دو تمبيراتور تا هو كيتم التجربه ديالو. ديال المازوت
حتى هو كنقدر نسييه ديال السرعة. هنا لافيشاج تقدر نسييها السخونية. دونك هنا نقدر ندير دونك بحال نفس الخدمة اللي تنخدم بالنسبة للأجهزة، نفس العملية ديال الأجهزة ديال التشخيص الإلكتروني. دونك هذا تيخدم تقريبا بحال الفاك، بحال الفاكوم. كنقدر نتيستي كاع لي زاكتواتور اللي عندي هنايا، نقدر نبدل حتى الكوداج، نقدر نبدل بيه الكوداج، نقدر نبدل بيه دونك هنايا أي حاجة احتاجيتها نقدر نبدلها. دونك كيما كتلاحظوا معايا هنايا، دونك هذا هذه ميزة من الميزات ديالو. بالنسبة للميزة الأخرى اللي فيه هو أنه نقدر ندير الإيمو أوف، نقدر ندير هنا الإيمو أوف بالنسبة للأو دي سي 15 والأو دي سي 16 والإم أو 7.1.1. وكاين دونك هاد لي كالكولاتور اللي نقدر ندير فيهم الأوف. دونك هذا هذه المعلومات اللي نقدر نعطيكم على هاد السوبر فاك، بالإضافة إلى أنه خفيف ما تحتاج لأليمونطاسيون لا والو. يعني معاه فقط هاد الكابل ديالو، الكابل اللي كندي معايا محمول بحال الهاتف محمول، نقدر نهزو معايا في الجيب ديالي، نقدر نديه معايا فين ما مشيت، ندخل ندير مثلا دياغنوستيك السيستيم ديال باك، ندخل ندير دياغنوستيك السيستيم ديال باك، لا بي اس، كاع لي سيستيم ترانسميسيون، اي سيستيم نقدر ندخل ندير ليه دياغنوستيك بحال الفاكو. غير هو هذا كيسهل عليا في بعض الحالات كنلجأ ليه. دونك هادي هادشي اللي كاين بالنسبة لهاد السوبر فاك ولا هاد الكابل ديال الدياغنوستيك. و ميم طون تيدير ليا تا بروغراماسيون ديال السواق، تقدر بروغرامي ليا بعض لي زوبسيون في لي فواتور ديال الفولكسفاغن و السيات و سكودا و الاودي. دونك هادشي اللي كاين بالنسبة لهنا، و غادي نقول ليكم الله يعاونكم. السلام عليكم، ان شاء الله في فيديو لاحق ان شاء الله. شكرا على المشاهدة. إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة. كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.